تحياتي. يوفنتوس مباراة سيئة أخرى، هزم تورينو بس مباراة سيئة. خليني أحكي آخر 5-6 مباريات كان واضح أنه المستوى نزل، بلش ينزل. بداية قوية في بداية الموسم أثبت فيها أنه مستوى كثير ممتاز، شفناه عم بيلعب مع كل الفرق كأنه بيلعب في ملعبه. فريق كان بدأ بشكل مثالي، ثم هذا الفريق بدأ ينحدر شوي شوي بعد ما حس حاله حسم اللقب، بعد ما حس حاله أمن صدارة دوري الأبطال. بس اللي بيتابع يوفنتوس آخر 4-5 مواسم دائما عم تجيه هذه الفترة، فترة نزول المستوى، فترة هبوط المستوى. يعني مع تورينو هو بصراحة يعني لولا الأخطاء التحكيمية على الأغلب كنا بنتكلم عن أول خسارة في الدوري. فشو اللي بيصير؟ لو بدي أراقب اللي حصل من أول ما جاء أليجري لليوم، أليجري بحب يجرب كثير، بحب يجرب لما يحس حاله مرتاح. بالتالي الفريق هذا كان عم يلعب بشكل معين، خطة معينة، فجأة تغيرت. فجأة هذا الفريق تغير ل 4-4-2، بعدين ل 4-3-1-2، بعدين 4-3-2-1. هاي كثرة التجارب هي اللي بتخلي المستوى طالع نازل، لأنه اللاعبين بطلوا قادرين ينسجموا مع كل الأفكار أو بدهم يتعلم. وبنشوف هذه التجارب مرات تتمادى، يعني ممكن يلعب لك كوادرات وظهير أيسر عادي تمشي معاه، ممكن يروح يلعب لك كانسيلو وسط بجرب، إمريتشان ورا المهاجم، إمريتشان ورا لاعيبة الوسط. هذه التجارب أنا أعتقد هي السبب، وهذه التجارب ما بقدر أذمها لأنها بترجع بتفيدك في المدى المستمر، يعني الموسم، يعني لما الفريق يحتاج يجرب شيء جديد تلقاها عم بتفيده. الآن الفارق ما بين هذه التجارب وتجارب المواسم الماضية إنه هذه التجارب عم بتجيب نتائج لأنه الفريق أقوى بكثير من الخصوم. لكن في الماضي كان الفريق عم يخسر نقاط وعم بدخل بأزمات وبعدين بينقض زي ما بنتذكر كان يوما ما في يعني مراكز الهبوط بعدين رجع جاب الدوري. هذا الفرق الرئيسي. فإذا في سبب هو كثرة هذه التجارب، اعتقاد أليجري انه في فترات في الموسم لازم ما تكون للعب، يعني حتى امبارح ولا تبديل، وانا قناعتي انه مش بالصدفه، يعني لا هو بده يشوف مين اللاعبين اللي بيضل بده يعطوا 90 دقيقه من هدول. وبالتالي هذه التجارب الكثيرة هي سبب هذه التذبذبات. لما يخلص تجاربه بيرجع الفريق يطلع في منحنى متصاعد في المستوى لانه حيثبت التشكيل وحيثبت معظم الاسماء. طبعا بحب اذكر انه هذه الحلقه بالتعاون مع صفحه اليوفنتوس على تويتر وانستغرام.